مرحبا. قد يعتبر الخوف من مخاطبة الناس أو التحدث أمام الجمهور واقعا حقيقيا يفرض ذاته على أي فرد كيفما كان وكيفما كانت كفاءته المهنية أو العملية، إلا أن المفارقة تكمن في ما مدى إمكانية وقدرة التخلص من هذا المشكل، وهو ما سنحاول التطرق له في هذه الحلقة. ابقوا معنا. قد يعتبر الخوف من مخاطبة الناس أو التحدث أمام الجمهور واقعا حقيقيا يفرض ذاته على أي فرد كيفما كان وكيفما كانت كفاءته المهنية أو العملية، إلا أن المفارقة تكمن في ما مدى إمكانية وقدرة التخلص من هذا المشكل. التساؤلات التي تبقى لصيقة بهكذا موضوع هي: ما هي الأسباب الكامنة وراء حدوثنا أو وقوعنا في هكذا مشكل؟ ثم ما هي الآليات التي يمكن من خلالها التقليل من هكذا عائق؟ فالخوف من التحدث أمام الحاشد أو أمام الجمهور أو أمام الناس أو أمام جماعة من الأصدقاء أو حتى مع المستخدم بمعنى في الحياة المهنية أو كما يطلق عليه، يعني كوسوفوبيا إن أردنا الحديث شيئا ما بمنطق علمي، فلا يمكن أن يتواجد بنفس الدرجات، أي لا يمكن أن نجده بنفس الحدة، أي أنه يتواجد بحدة مختلفة من شخص إلى آخر. بالتالي فهذا النوع من الكوسوفوبيا له علاقة وطيدة بشخصية الإنسان وفيما مدى قدرته على فرض شخصيته ومكانته أمام الآخرين، وكذا من زاوية النظر التي يرى بها يعني الشخص أو الفرد نفسه أو التي يعتقد على أن الآخرين يرونه بها. تتعدد المصادر المسؤولة عن طرح هكذا مشكل، منها ما هو جيني، بيولوجي، نفسي أو بالأخص بيئي، إلا أن أبرز هذه الأسباب وأكثرها منطقية يرتبط بشعور المتحدث عن نفسه، تفكيره وتصرفاته عند التحدث، الشيء الذي يخلق لديه كما قلنا هذا النوع من الكوسوفوبيا. أكبر من ذلك، الأمر عنده علاقة بعنصر السمعة، فهذه الأخيرة تعتبر النقطة المحورية والمركزية في خلق هكذا مشكل بالنسبة لمجموعة من الأفراد. كيف ذلك؟ بالكاد كما تعلمون على أن السمعة نوليها أهمية كبيرة، على اعتبار أننا نحن كبشر مبرمجون للمحافظة عليها من القذف أو أن تكون محط الألسن، لاعتقادنا على أن التحدث أمام الآخرين، إلقاء محاضرة، موضوع معين سيعرضنا للنبذ والسخرية والتنمر وغيرها من المشاعر السلبية التي نضعها حجر عقبة أمام خوضنا لغمار المبادرة، والتي بالكاد إن تطورت فمن الصعب إزالتها أو التخلص منها. لكن أخي الكريم، أختي الكريمة، قبل أن تضع أفكارا سلبية في مخيلتك لتعتقد على أن الآخرين ينتقدونك، تذكر أننا في نهاية المطاف أفراد يعترينا النقص، أنا وأنت، هو وهي وكل من هو على هذه البسيطة يعتريه النقص، ونتوهم إذا ما دعينا الكمال في نهاية المطاف، كما يقول أحد الفلاسفة: موهن من يدعي الكمال. فالمشكل، كل المشكل، أننا قبل حديثنا نشحن فكرنا بالعديد من التساؤلات التي أقل ما يمكن القول عنها أنها واهية. تساؤلات من قبيل: ماذا لو رفضني الآخرون؟ ماذا لو لم يهتموا لأمري؟ ولما أقول؟ وتبقى هذه التساؤلات حائلا دون المواجهة، دون أن نقوم بأدنى محاولة لأن نختبرها.
فكل تلك الأسئلة الذهنية يمكن اعتبارها معركة نحاول خوضها مع الجمهور رغم كوننا قد حسمناها سابقا بالهزيمة المتمثلة في تلك الأفكار السلبية. والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل أن هذه الأفكار السلبية بطريقة غير مباشرة تتم ترجمتها فيزيولوجيا بمجموعة من المؤشرات، والتي تكون بادية على محيانا أو على جسدنا إن صح التعبير. هذه المؤشرات إذن نبدي من خلالها للآخر، حتى ولو أردنا بطريقة أخرى لو حاولنا ما أمكن أن نخفيها، إلا أن في نهاية المطاف كما نقول تكشف أمرنا، من قبيل ارتجاف الساقان واليدان، ازدياد معدل التعرق، وارتفاع معدل الضغط في الدم، حتى أن عملية الهضم تتوقف حتى توفر كمية إضافية من الأكسجين يتم ضخها للأعضاء الحيوية، مما يؤدي لجفاف الحلق، شحوب الشاربان، وبالتالي ذوبان الأفكار تماما من المخيلة. وكونوا على يقين على أن هذا الذوبان للأفكار يؤدي في نهاية المطاف إلى التلعثم في الكلام، لأن الفرد إذن لم يظل لديه ما يقول، هو ما ينتج عنه في نهاية المطاف قلة الأداء وضعفه. إلى جانب تلك الأفكار السلبية التي كنا قد تحدثنا عنها وما ينتج عنها كذلك من مؤشرات فيسيولوجية، تبقى التجارب السابقة السيئة منها أيضا عامل آخر يؤدي إلى هذا النوع من أو يطرح هكذا مشكل. اسمحوا لي أن أقدم أمثلة عن بعض التجارب السابقة التي يمكن أن تحدث معنا، فمن قبيل أو بادئ ذي بدء يمكن الحديث عن تجربة مثلا سيئة حدثت معي في المدرسة وأنا تلميذ، أو معك أو مع طرف آخر، أو في العائلة كذلك، أو حتى في تواصلنا مع الأبوين أو في الخارج أو في إطار محادثتنا مع الأصدقاء مع الزملاء أو رفقاء الدرب. إذن لماذا، أو السؤال الذي يطرحه هنا، لماذا أو كيف يمكن لهذه التجارب السابقة أن تخلق لنا مشكل آني، يعني في الوقت الحاضر؟ ببساطة لأننا نخشى تكرار من مثل هذه الأحداث. في مقابل التجارب يعني السابقة السيئة، كلما كانت تجاربنا السابقة جيدة فهي تعزز من قدراتنا على الأداء، تبرز معها إلى مجموعة من الكفاءات، والتي يتبدى معها الخوف أمام الجمهور. وكي لا نقتصر في الحديث عن الخوف من الحشد أو رهاب الحشد هذا فقط فيما هو يلقائي، فإن الأمر يمتد لخلق عقبات في بناء علاقات مجتمعية بين فردية، كما يقال أن الإنسان كائن اجتماعي بالطبع. فهذه الكينونة، هذه العلاقات التي يخلقها الإنسان مع بني جنسه في إطار علاقة مجتمعية، هي التي يمكن اعتبارها السبيل للخروج من هكذا عائق. هذا لا يعني أن هذا الفرد الذي يعاني من هكذا عائق أو هكذا مشكل أو هكذا خوف انطوائي، لا بالطبع، إلا أن هذا المشكل إن ارتقى فقد يجعل من هذا الفرد كذلك، أي قد يقحمه في الانطوائية ويحرمه من الكثير، سواء في حياته المهنية من قبيل حصوله على وظيفة، أو في علاقته مع رؤساء العمل والموظفين ورفقاء العمل، أو حتى في بناء علاقات مجتمعية مع الزملاء. المشكل الذي إن لم يتم حله فقد يمتد أيضا للحياة الزواجية، وهو الذي قد يعاني منه الكثيرون. إذن الحياة الزواجية أو التربوية مع الأبناء لا قدر الله، ولن نغالي إذا ما قلنا على أن هذا الأمر قد يستغله البعض أحيانا ضدنا، وهذه هي النقطة التي ينبغي التركيز عليها، والتي ينبغي دائما أن نطرحها موضع تساؤل أو أن نضعها موضع تساؤل أمامنا.
نحن هنا قد عقبنا على بعض الأسباب المسببة للكوسوفوبيا أو الخوف من الجمهور أو من الحشد؟ إذن فما هي بعض العوارض التي من شأنها مساعدتنا في التخلص من ذلك؟ من بين العناصر التي يمكن أن أقدمها لك أخي العزيز أختي العزيزة من أجل تجاوز هكذا مشكل، التعرض لما نخاف منه، بمعنى فيها نوع من التحدي. يعني تلك الأشياء التي تخاف منها هي التي ينبغي أن تضع نفسك في محك معها. العارضة الثانية أو النصيحة الثانية التي يمكن تقديمها، وهي خلق مكافأة لنفسك إذا ما أنت قمت بأمر تخاف منه، بمعنى لا تنتظر المكافأة من الآخرين، لا تنتظر الثناء عليك من طرف الآخرين، بل إثني على نفسك، كافئ نفسك بنفسك إذا ما أنت قمت بمواجهة صعوبة، مواجهة تحديات، مواجهة أمر تخاف منه. النقطة الثالثة التي يمكن الحديث عنها، وهي البدء في إثارة موضوع ما مع مجموعات مصغرة من الأصدقاء المقربين أو مع أفراد العائلة. فهذه الأخيرة وركزوا عليها بالأساس، لأنها تعتبر المنطلق في تكسير هذا الخوف، لأنها المؤسسة التواصلية الأولى التي قد تعزز قدرتك في الأداء أو تقللها. وأنت تثير هكذا مواضيع في مجموعات مصغرة، حاول أن تنقله ما أمكن إلى مجموعات أخرى مكبرة، بمعنى أنك تنقل التواصل، تنقل الحديث، تنقل إثارتك لموضوع ما من ما هو ميكرو تواصلي إلى ما هو ماكرو تواصلي. الممارسة هي الأخرى، لها دور هام وكنقطة محورية في التخلص من هكذا عائق. تخلص أخي العزيز كذلك من تلك الأفكار السلبية وعوضها بما هو إيجابي، فعوض أن تقول سأفشل، استبطن في دواخلك أن كل شيء سيمر في أحسن الظروف. التحضير الجيد أيضا قبل إلقاء المحاضرة أو قبل إثارة موضوع ما. النقطة الأخيرة التي يمكن إثارتها إخواني الكرام، وهي العمل على إشراك الآخرين في الحديث وعدم الاستفراد به، بمعنى لا تستفرد بالحديث وحدك، بل أترك للآخرين فرصة لكي يقدموا آراءهم، وهذا في نهاية المطاف له أهمية بالنسبة لك. كيف ذلك؟ لأنه يجعل لك أو يترك لك فرصة سانحة يتسنى لك من خلالها ترتيب الأفكار الأخرى التي يمكنك إذن تقديمها. كان هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، راجينا أن تكون في إثارتنا لهكذا موضوع أهمية وإفادة في تجاوز مشكل كهذا، والذي حقيقة يعاني منه الكثيرون. شكرا على طيب المتابعة.